هذه واحدة من أقدم الفعاليات التراثية بحضرموت. في كل عام يحتضن حي الساحيل في مدينة سيئون هذه الفعاليات ضمن ما يعرف بحولية الإمام علي الحبشي مؤسس أول رابطة علمية في حضرموت. مشاركة واسعة لفرق لعبة شبواني حيث يقصدون مدينة سيئون في كل عام في ذكرى هذه الحولية التي ترافقها فعاليات ثقافية واجتماعية وتراثية يشرف عليها المقادمة والأعيان بحي الساحيل في سيئون. أنا سعيد جدا في اليمن وخاصة في سيئون. أنا وصلت قبل ربع ساعة وخبرونا بأن في احتفال سنوي ذكرى سنوية. حقيقة هذه الأهازيج الشعبية كثير جدا مريحة للقلب، لكن يعني يمكن الوقت متأخر، أتمنى يعني تكرر مرة ثانية وأكون حاضر. ما لمسك انتباهي وصراحة أن في شباب بعمر صغير يمارسون هذه الطقوس وهذه الفنون الشعبية، هذا إحياء للموروث، أنا أشجعكم عليه وأشكركم عليه حقيقة، وما شاء الله متفاعلين. هذه الفعالية الصوفية القديمة تعمل على تنشيط الساحة التراثية والثقافية عبر الرقصات والألعاب الشعبية، ويخصص لها برنامج من قبل اللجنة المنظمة تشمل رقصة الشبواني والسجالات الشعرية ولعبة الزربادي بمشاركة عدد كبير من لاعبي وهواة هذه الألعاب وسط حضور جماهيري غفير. طبعا مطلع المطالع يعد من إحدى المهرجانات التراثية المميزة التي شملت أبناء حضرموت في الساحل والوادي، فشيء جميل أن يشارك أبناء حضرموت هذه الاحتفالية التراثية الرائعة والجميلة، أن نحافظ أيضا على تراث آباؤنا وأجدادنا، فهذا التراث نقلته أجيال تلو الأجيال، ونحن اليوم استلمنا هذا التراث وسنسلمه لأبنائنا، وهكذا تعطي الاستمرارية والمستدامة إن شاء الله في الحفاظ على هذا التراث. السمة التراثية هي الطاغية على هذه الفعالية التي يقول منظموها إنهم يهدفون من إقامتها إلى المحافظة على الموروث الشعبي الزاخر في وادي حضرموت، حيث انقرض الكثير من هذه الفعاليات التراثية فيما تواجه الفنون والألعاب الشعبية خطر الاندثار مع دخول الكثير من الفنون الأخرى.